تنطلق أعمال القمة العربية في الدوحة بغياب عدد من الرؤساء الذين كانوا يضيفون جوا من الفكاهة والغرابة وحتى الفلسفة في كثير من الأحيان، فلنتابع. طبعا في صدى في الصوت، ولهذا أنا كنت استعمل السماعات علشان نسمع أكثر. اللي عنده سماعة لو يستخدمها بيكون أفضل. كلمة خيار تعني بأن هناك خيارات مختلفة. هذا شيء عجاب، هذا شيء غير معقول أبدا، غير منطقي. ما هذا؟ وكل واحد بيعبر بشكل أو بآخر. نشكر فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس جمهورية السودان الشقيق على كلمته. أنت جاي بتعلمني؟ سوريا الشقيق. فيها الكثير من الأفكار الحقيقية. كيف هذا ما يدعو إلى الأخذ بالثار والرد والثورة؟ كيف تقول نظامك السياسي فاسد؟ نتمنى أن نعرف كلمة توازن في المنطقة. توازن في المنطقة ماذا تقصد إذا أو ماذا نقصد بها أو ماذا يقصدون بها؟ أنا سمعت إلى كثير من الكلمات وأشكر كل من تحدث. أيضا لنحدد الواقعية، لنعرف الواقعية أو لنحدد ماذا تعني الواقعية. لأن إسرائيل ما هي إسرائيل وفلسطين ما هي فلسطين. وأنا لا أتحدث بكلام نظري. كلمات جميلة وفيها عقلانية. يعني كلمة أطراف تعني بأن هناك جهات متقابلة لها مقومات متشابهة. وتعرفون في الهندسة أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان مهما امتد. لماذا يعني الآخرين أكثر مننا ثقافة أو أكثر مننا سياسة أو أكثر مننا عبقرية أو أكثر، هم بشر مثلنا متخلفين. كأننا متخلفين تسقط علينا حتى الواجبات، إذا ما عادش تقولوا لنا. الأرض تحدد بالكيلومترات وبالأمتار وبالسنتيمترات. لا إله إلا الله. إذا كان العراق الشقيق قد أخطأ في عام 1990 بغزو العراق، تشبه إلى حد كبير أزمة خليج الخنازير في مرة المرات. لنصل تدريجيا إلى التعميق أو إلى التعمق. هم الفلسطينيين مجانين؟ ما مجانين. في الطرح، لنصل تدريجيا إلى التعمق في الطرح. وقالوا لي أنتم تختنوا في أولادكم، وهذا شيء، هذه حرية شخصية. من اللي قال لكم هذا الطفل يبغي الختان؟ ارتفع صوت أوروبا مثلا بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وروسيا والصين. كلام الفارغ هذا، أي لون من العلاقة اللي تبغاها تكون مستقيمة إذا كنا احنا نتكلم عن هذه السخافات؟ ولا هم سامعينا ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية. كنا احنا جايين نتكلم على الاقتصاد ونتكلم على أمن العالم ونتكلم على الختان ونتكلم على تشريح النساء. لماذا نجتمع نفضفض؟ إلا أن الفرق الذي يفرقني معه هو أنني مسؤول على دولة وعلى شعب. ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ ولو كنت خارج السلطة ربما لا فكرت مثله. هناك نظرية أخرى تقول إن شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لي إن هو يعمل في أشياء تؤدي إلى ذبح الإسرائيليين بالعشرات وبالمئات. إذن هذا مدسوس داخل الإسرائيليين